ومن مشارق الأرض ومغاربها أعرب حجاج بيت الله الحرام عن عميق مشاعرهم وفرحتهم الغامرة لأداء فريضة الحج وسط أجواء روحانية آمنة. نعم، وقدم ضيوف الرحمن جزيل شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية على جهودها وتميزها في تذليل الصعاب وتيسير الرحلة الإيمانية وقضاء أجمل أيام عمرهم في المشاعر المقدسة. بالبداية لا تصدق أنك تعيش بهذا الجو، إحساس بين الفرح وبين الدمع وبين 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 كلها تتراكم في لحظات. الحمد لله، قلبي مسرور جدا جدا جدا، وأظن أن أنا أول حاج في أسرتي، أول من جاء بيت الله الحرام. أسأل الله يهدي بالآخرين. تعال كتير لأولادي وللمسلمين كله. والله شعوري انه انا اجهشت بالبكاء، يعني انا ما مصدق انه انا في بيت الله الحرام، وانا اتقدم بالشكر الجزيل للمملكه العربيه السعوديه لهذا التنظيم الرائع والخدمات القويه. من دخول الحدود العراقيه السعوديه الى هذا المكان، يعني بصراحه الخدمات اللي قدموها الاخوان في المملكه السعوديه، يعني ايش اوصفها ما تقدر يعني اعبر عنه. كل من تعاملت معهم حتى من الضباط كرم واخلاق. والله هبعت رسائل، خدت تليفونات منهم، هبعت لهم رسائل على الواتس، تحيات من الله اولا وشكر من الله اولا ان انتم على هذا الخلق، يتضح فيكم خلق الاسلام. أربع سنين بحلم بالحجة دي، أربع سنين وأنا بتمنى اليوم اللي ربنا يرسلني فيه واحد يلوم الله يرحمه، والحمد لله ربنا كرمني، الحمد لله من فضله تعالى وأنعم عليا ورزقني بالحجة لهم. دي كانت أجمل حاجة ليا، مش عايز حاجة تانية من الدنيا، خلاص كده أنا وصلت لأجمل حاجة ممكن تتخيلها.